تعهد المغرب وإسبانيا بزيادة التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد انخفاض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البر الرئيسي الإسباني هذا العام إلى النصف تقريبا مقارنة بعام 2018. وقال وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا غوميث للصحفي بعد محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتتة إن البلدين سيعملان معا لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والإرهاب وجريمة المنظمة. وشهدت الأعوام القليلة الماضية تدفق مئات الآلاف من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا سنويا ووفاة الآلاف منهم في عرض البحر.